تطبيق تيك توك هو من أخطر التطبيقات اللي اخترعها الإنسان لحتى يدمر الإنسان. يعني هو وباء لتدمير الثقافة والفكر والمبادئ والقيم، وعلى فكرة أغلب الدول اليوم عم تتحرك لحتى تحظره، بعد ما هو اليوم صار وسيلة لغسيل الأموال وللاغتصاب. أكثر من 30 طفل بلبنان تم اغتصابهم واستغلالهم جنسيا من وراء تيك توك، وكمان جبروهم أنه هن يتعاطوا مخدرات. المغتصب هو تيك توكر لبناني شهير قال بيشتغل حلاق، وعلى فكرة الحق مو عليه بس، الحق نحن كمان علينا، يعني المجتمع نفخه وعطاه قيمة وصلاحية أنه يفوت على بيوتنا، وبالمقابل هو استغل هالمنصة وعمل وسيلة لحتى يستدرج الأطفال عبر البث المباشر اللي بيعمله. تخيلوا هيك شخص على التيك توك، العالم بتدعمه، بتكبله مصاري، بتكبره، حتى في إعلاميين إذا بدكم استضافوه ونفخوه وحاوروه. طلع بالأخير الأخ زعيم عصابة منظمة. نحن بصراحة مصدومين من الأهل يلي خلوا بإيد أولادهم الموبايل وهن أطفال قصاتهم تحت الـ 18، تركوهم يفوتوا ويتابعوا هيك شخص تافه ساقط بينشر فيديوهات غريبة الأطوار، مشكوك بأمره، فيها إيحاءات جنسية يعني مبينة. الحق على الناس يلي عم تعطي قيمة كمان لأشخاص مشوهين نفسياً بس قال شو لأنه عنده كم متابع. أيمت رح نصحى من هالكابوس يا ترى؟ ونفهم إنه هيك نحن عم ندمر جيل كامل، وإنه ممنوع حدا بقى من الأولاد يمسك موبايل إذا ما كان فوق الـ 18. والله اليوم والنعم من كلمة تيك توكر، يعني شيء بيرفع الراس، أنا تيك توكر. يا جماعة بالأخير يا انتبهوا على أولادكم، يا أما أوقفوا الإنجاب، لأنه هي مسؤولية إنسانية وأخلاقية كبيرة يمكن البعض ما نؤدى.